مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وموجز الأخبار من اليوم السابع مباشر. مجلس الشورى يبدأ أولى جلساته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة. اليوم رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب في الملاحة البحرية. حركة 6 أبريل تنفي المشاركة في الاعتداء على عمرو موسى بالشرقية. النائب العام يولع أسباب الطعن على براءة ضباط السيدة زينب. وزارة الخارجية تطلق حملة جديدة لتسجيل المصريين بالخارج. إصابة 4 موظفين بمحكمة السويس بعد محاولة فض الجيش لاعتصامهم بالقوة. حزب النور ينفي إجراء اتصالات مع الإخوان للاتفاق على مرشح رئاسي. وزير الشؤون الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة. مظاهرات حاشدة باليمن تندد بحرق المصاحف. إضراب العاملين بمحاكم المنيا للمطالبة بمساواتهم بديوان الوزارة. اليمن يستعد لمؤتمر الأصدقاء ودول الخليج تدرس تخصيص 5 مليارات دولار. مقتل 5 جنود سوريين في اشتباكات مع منشقين. وأمريكا ترفض تغيير استراتيجيتها بعد احتجاجات أفغانستان. مشاهدينا، قدمنا لكم موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر. مزيدا من الأخبار والتفاصيل نوفيكم بها تبعا. شكرا لكم وإلى لقاء متجدد.